تشرفنا اليوم بالسيد نائب السفير الهولندي لدى العراق، نرحب به أجمل ترحيب إلى ديوان محافظ نينوى باسم أهلي وناسي. مرة أخرى نرحب بالسيد النائب ونقول له أهلا وسهلا بين أهلك وناسك في محافظة نينوى. في الحقيقة في الاجتماع تطرقنا إلى كثير من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، منها في مجال الزراعة والثورة الحيوانية، ونحن كحكومة محلية نقدم كافة التسهيلات للدولة الهولندية ولكل الدول العالم والمنظمات الدولية أن يكون عمل خير لأهلنا وناسنا في مدينة الموصل. فنحن كحكومة محلية نشكر الهولندا لدعمهم مع دول التحالف لتحرير مدينة الموصل والعراق، ودعمهم للمزارعين والفلاحين في مدينة الموصل ومحافظة نينوى. Thank you, Deputy Governor, and thank you for receiving us here today. Thank you for to all your colleagues as well. شكرا جزيلا سيادة النائب الأول على الاستقبال الحار، وشكرا جزيلا على كلامكم المريح اليوم. هولندا صديق قريب للعراق خلال 5 سنوات الماضية مع شركائنا في المجتمع الدولي. قدمت هولندا الكثير من الدعم في مجال إعادة الاستقرار، في مجال إعادة التنمية. أنا اليوم منبهر أنه أشوف في الموصل الكثير من مشاريع اللي هي قيد الإنشاء وقيد الإعمار. سنستمر بتقديم دعمنا بهذا الخصوص. اليوم عندي يومين لزيارة الموصل، أني اليوم مباشر أجندة ممتلئة، سنلتقي بالكثير من الأشخاص في المجال، في الشباب، من الشركات الناشئة إلى آخره. سنتحدث في نسمع إليهم ونحاول أن ندعم بعد السماع إلى احتياجاتهم. بالفعل هولندا رائد كبير في مجال الزراعة، في مجال الطواحين الهوائية، ونحن نعمل خاصة اليوم زيارتنا وغدا نريد نبحث هكذا تعاون مشترك، نريد نشوف المزارعين، القطاع الخاص، لمشاركة تجربتنا وخبرتنا في هذه المجالات مع الآخرين. شاركنا تجربتنا مع فاعلين آخرين في دول أخرى وشفنا نتائجها، ونحب أيضا نشاركها مع المجتمع المحلي. بالنسبة للدعم الإنمائي راح يقل، ما راح يختفي، راح يقل، لكن هذا يعوض مشاركة تجربتنا ومشاركة خبرتنا في هذه المجالات اللي ذكرتها.